يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر، وصباح الخير عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الاثنين الموافق 24 إبريل 2023. يمكن خلاص رسميا انتهى عيد الفطر المبارك يعني بالأمس، لكن ما زلنا مستمرين في الأجازة الرسمية اللي هتستمر حتى غدا بمشيئة المولى عز وجل. فكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. يمكن الواحد لسه بيحاول يتعود على المج اللي قدامه كده، اللي فيه القهوة اللي بيشربها على الصبح ده. يعني على أي حال، دايما بدايات الأيام المميزة أو البدايات أي حد بيعقد النية إن هو ياخد أمر أو قرار ما في حياته بيربطه بأيام مميزة في رأس السنة. وأعتقد مفيش أحسن من ما بعد العيد، خاصة واحنا راجعين من رمضان والناس كتيرة قوي مبوظة، يعني كان كمية السكريات والحلويات اللي موجودة على مائدة الإفطار كانت كتيرة، فناس كتيرة قوي بتربط أي قرار هتاخده في حياتها، سواء كان دايت، سواء كان هبتدي حاجة جديدة في حياتي، هعملها بعد العيد. لا أنا ما حددناش أنهي عيد. لا ده الموضوع مختلف يعني، عشان بس الامور تبقى واضحه. يمكن عشان كده أنا كان في زلة لسان قلت عيد الأضحى. لكن يعني انا ما قلتش يعني عيد الفطر ولا عيد الأضحى. الواحد لما بيبقى عايز ياخد قرار بياخد القرار وقتي، لكن لما يبقى عايز يسوف، لو جاز لينا استخدام التعبير، او عايز يمط الامور، بيقول بقى بعد اي حاجه هبتدي دايت يوم السبت. لازم يقول الكلام ده طبعا يوم الاحد عشان يبقى عنده وقت لغايه الاسبوع اللي بعد. هبتدي مذاكره في الويك بعد الويك اند، هبتدي احنا في ايام الامتحانات خلاص دلوقتي، فالناس ابتدت كمان المذاكرات، فهتقول لك هبتدي بعد الويك اند، هبتدي الدايت بعد العيد ان شاء الله لما نكون خلصنا خلاص. يعني هي الاجازه رسميا لحد يوم الاربع او الثلاث، احنا بنتكلم رسميا بكره. الناس اللي ماشيه رسميا، في ناس واخده اربع وخمس، فهبتدي اللي انا هكمل الاسبوع وابتدي ان شاء الله اول الاسبوع الجديد اللي انا اذاكر. فانا عارف يعني بقول لك في ناس واخده كمان اربع وخميس معاهم عشان ياخدوها مع الجمعه والسبت. ده حقيقي، وعلشان كده منه يمكن هو ده سؤالنا النهاردة التفاعلي اللي بنشارك يعني بحضراتكم، ايه الحاجات اللي كانت يعني او اللي كنت مأجلها لبعد العيد وهتعمل فيها ايه ما بعد العيد؟ يا منا الحاجة اللي انت بقى يا منا يا احمد ايه الحاجات اللي انت كنت شايلها مأجلها؟ بص الحاجات دي بتتحسد، فما بحبش اقولها، يعني انا بحب اخليها عارفه ما بيني وما بين نفسي كده، عشان اتعملت يبقى انا كنت مقرر حاجه وبكافئ نفسي اللي انا عملتها. أيوة ما اتعملتش اهو، انا ما طلعتهاش وما بحتش بيها، فبالنسبه لي تمام، يعني ضميري حتى يعني بحاول اغسل ضميري كده يعني. ايوه انت بقى ايه اللي انت مقرره؟ بص انا هاخد الليست بتاعتي كلها بتاعت اول السنه زي ما هي، بتاعت اول سنه، بتاعت قرارات اول السنه اللي انا ما عملتش فيها اي حاجه دي خالص. نقلتها معايا للعيد الصغير، وطبعا لانها لسه بقفلتها ما حدش جه ناحيتها تماما، فهنقلها معايا ان شاء الله للعيد الكبير. لا بس فعلا يعني الليسته اللي انت كنت عاملاها ولا حاجه السنة. والله العظيم اللهم لك الحمد منها حاجة خلص. ولا حاجه خالص لا تماما. مش هتكلم بقى عشان ما تحسيتش تماما يعني انا خلاص يا منى انا عرفت اخلص الحمد لله ما شاء الله. انا بحط لسته جديده. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، انت فعلا ما شاء الله عندك قدره على الانجاز وعندك التصميم، ولما بتحط حاجه قدامك انت فعلا بتعرف تعملها ما شاء الله عليك. بص يعني انوي وخلي النيه لله خالصه كده اللي انا هعمل ده، وربنا هيكرم ان شاء الله وتلاقي الدنيا بتمشي. بتتكلم في نيتي قدام المشاهدين، بقول لك انوي وخلي النيه خالصه وهتلاقي ربنا بيكرم كده وبيسهل الامور لوحدها. والله النيه خالصه وربنا بيكرم، بس الضغوطات بتبقى اكتر ساعات والمشغوليات بتبقى اكتر، وساعات الواحد برده وهو بيحط الليست او بيحط الحاجات اللي وراه بيتحمس زياده، فبيبقى مش قادر يحسب التوقيت اللي عنده علشان كده مع قدراته على انه يقدر يعمل الحاجه دي. اقول لك على حاجه كويسه قوي يعني انا قرات فيها، فلقيت فكره يعني اغلب علماء النفس بيقول لك قسمي الحاجات اللي انت عاوزه تعمليها والقرارات اللي انت هتاخديها لمرحله مش بعيده المدى، قصيره أبعد. المدى بمعنى انت عندك السنه بنتكلم في 12 شهر، قسمي كل 3 شهور مثلا انا هعمل حاجه، عارفه اللي هي خطه ربع سنويه. ايوه فانا هبتدي اللي انا في الثلاث شهور دي اخد الحاجه اللي تقدر اللي انا انجزها في الثلاث شهور. خلي بالك ده هينعكس عليك اللي انت لما تبتدي اللي انت تحققي يعني حاجه من الحاجات اللي انت مقرراها، مثلا قررت اللي انت هتاخدي ثلاث حاجات تعمليها في اول ثلاث شهور. ثلاث
في حاجات. ما هقول لك اهو، عملتي حاجه واحده نفسيا هتكوني مبسوطه على الاقل ان انت انجزت حاجه. انجزت حاجه عكس اللي انا عامل لسته زي ما انت ما بتقولي، او قايمه. القايمه دي فيها 20 حاجه انا لازم اخلصها السنه دي ان شاء الله، وكل سنه باجلها، كل شهر باجلها للشهر اللي بعد الشهر اللي بعد. فانت عارفه الايام بتجري بسرعه. طب. يعني لسه كنا بنقول للناس كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، ما فيش النهارده بنقول عيد سعيد. طيبين لعيد خلص. فبالظبط، فهي دي الفكره، ان الايام فعلا بتجري بسرعه جدا جدا جدا، ويمكن يعني العمر بالنسبه لنا هو لحظه. فعلشان كده بقول لك لا ما كبرش الموضوع، الموضوع كله بعد العيد هنعمل ايه. فقرري انت عاوزه، قرري انت عاوزه تعملي ايه وقسميه زي ما بقول لك كده، هتلاقي الموضوع مختلف. طب انا قررت هعمل ايه ان شاء الله في الفصل اللي جاي. هيحصل. خطة قصيرة الأمد اهو. طيب هنشوف هيحصل ولا لا في نهاية الحلقة، وهسألك ده خلص ولا ما خلصش اللي انت قررتي اللي انت هتعملي. طيب على أي حال زي ما قلنا لكم، ده سؤالنا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامجنا في صباح الخير يا مصر، ايه الحاجات اللي كنت مأجلها لبعد العيد وهتعمل فيها ايه؟ بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.